السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وبصحة مزيانة. اليوم غادي نصاوب معكم لا فورينوا أو حلوة الغابة السوداء بالشوكولاتة، حلوة نباتية 100%، سون غلوتين، بدون غلوتين، بالنسبة للناس اللي عندهم ديزاليرجي أو حساسية من الدقيق العادي. هاد الحلوة خفيفة وصحية وغادي تاكلوها، ما تحسوش بتأنيب الضمير. حلوة مناسبة بالنسبة للناس اللي متابعين حمية أو ريجيم، نفس الشيء. والمذاق تيجي روعة روعة بزاف. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير. بسم الله، غادي نبداو الحلوة ديالنا. وجدنا المقادير اللي غادي نعملوهم في الحلوة. سنحتاج لدقيق سارازان 340 غرام، 340 غرام سارازان، 340 غرام من الدقيق. سنحتاج لبودرة الشوكولاتة الداكنة بدون سكر 50 غرام. سنحتاج لساشي واحد من خميرة الحلوى 10 غرام، وتنحتاج للسكر البني 200 غرام. سنحتاج للماء وزيت نوار شمس، وتنحتاج لخل التفاح 2 ملاعق من خل التفاح. خل التفاح تيعطي واحد المذاق زوين للحلوة ديالنا. تنوضعو في المقادير. غادي نوضعو بودرة الشوكولاتة الداكنة بدون سكر، بعد ذلك تنوضعو السكر البني
هاد الحلوة تجي زوينة زوينة بزاف في المذاق، أكتر شي لو خليناها ليلة كاملة في الثلاجة. تنخلطو بعد ذلك السكر والدقيق والشوكولاتة، تنخلطو بشوية بعد ذلك تنعملو خميرة الحلوى. هاد الخميرة بدون جلوتين بيو، 10 غرام 10 غرام، خلطنا جميع المواد البودرة بوحدها. بعد ذلك غادي نعملو المواد السائلة. عندنا زيت نوار الشمس 6 المعالق، بعد ذلك غنوضعو خل التفاح. خل التفاح كان فايت لي حضرته في فيديو من قبل. تنوضعو الماء 380 مليلتر، كي تشوفوا هاد الحلوة ديالنا ان شاء الله ما غاديش نحتاجوا الملحة. تنوضعوا القليل من الملح، شوية ملح، وتنبداو نحركو بشوية. الأمر صعب بالنسبة لي لأنني عندي آلة صور في اليد اليسرى وتنخدم باليد اليمنى، شوية الأمر صعب. حركنا الخليط جيدا تيولي متجانس، المذاق ديالو تيجي زوين. خلطنا مزيان. بالنسبة اللي عنده روبو ممكن يعمل يخدم بروبو. بعد ذلك تنوجدو الصحن اللي غادي ندخلوه الفران، تندهنوه شوية بالزيت وتنعملو عليه الدقيق، وبعد ذلك تنعملو فيه الخليط، خليط الحلوى. وبعد ذلك تنوضعوه في الفران لمدة 180 لدرجة 180 مدة ساعة تقريبا، وهو تيبقى كل واحد والفران ديالو. هتبقاو متابعين شايف تتشوفوا الحلوى واش طابت. بعد ساعة في الفرن الحلوى ديالنا طابت، غادي نخليوها تبرد شوية، وبعد ذلك تنقسموها لنصفين. ودابا غادي نبداو في التزيين ديالها ان شاء الله. عندنا حبل ملوك، او عندنا وعاء صغير من الكرز اللي حضرته في البيت، فايت لي عملت فيديو لمربى في البيت، غادي نخليها لكم في اخر الفيديو. عندنا لي كروزاي مربى سائلة حضرتها أيضا في البيت بهاد الفواكه الحمراء اللي عندي في حضرتها في هاد الصيف. وعندي مربى ديال حبل ملوك أو مربى الكرز، وعندي سكر غلاسي أو السكر المثلج. وعندي علبتين من جوز الهند، علبتين خليتهم 8 ساعات في الثلاجة أو ليلة كاملة باش الجوز الهند يصبح جامد. غادي نحتاجو لطراب الكهربائي باش نحضرو
نحضروا جوز الهند ديالنا، زبدة جوز الهند ديالنا، كي شفتو بعد 8 ساعات في الثلاجة أو ليلة كاملة زبدة جوز الهند تتولي جامدة، غتساعدنا في الخدمة ديالنا، تتولي بحال كريم شانتيي. أو هاد جوز الهند كبديل للقشدة الطرية بالنسبة ليا لعمل الحلوى، باش نستغناو على أي مشتقات حيوانية إلا عندنا حساسية أو مشكل، أو كان اختيار لينا نتفاداو المشتقات الحيوانية. تنعملو زبدة جوز الهند في شي إناء، تنزيدو عليه السكر غلاسي أو السكر بودرة، وتنبداو تنطربو تيولي الخليط متجانس. كي شفتو الخليط ديالنا أصبح متجانس كالقشدة الطرية، وتنستمرو في التحريك، تتبان لينا النتيجة كالقشدة الطرية، وتنحبسو. بعد ذلك تنجيبو سائل المربى، تكون فاكهة حمراء، هذه عندي فاكهة حمراء كانت عندي في الحديقة ديالي، حضرتها في البيت، تنسقي بها الكعكة أو الحلوى، تجي رائع، المذاق تيجي رائع بالفاكهة الحمراء أو الفواكه الحمراء. تنسقي مزيان. أنا ماشي اختصاصية في الحلوى ولا في الأكل، لكن تنحاول ما أمكن نلقى حل بالنسبة ليا إلا عندي مشكل مع الحليب أو القشدة الطرية أو مشتقات الحليب. تنحاول نلقى بديل بأفكار بسيطة، وفي نفس الوقت تكون أشياء تتهضم بسهولة. بعد ذلك تنوضع زبدة جوز الهند اللي خدمناها بالتراب الكهربائي. بالنسبة للناس اللي بغاو يحافظوا على الوزن ديالهم أو على الصحة ديالهم، يحاولوا دائما في الاختيارات ديال الأكل ديالهم تكون أشياء تهضم بوقت سريع وبسهولة. بالنسبة لهاد زبدة جوز الهند ممكن تلقاوها في المحلات التجارية، وممكن تستعملوها في أشياء كثيرة في الأكل. أنا من غير الحلوى ممكن نستعملوها في الجمال البشرة والجمال الشعر، كاينة بزاف الأفكار. غادي نخلي المقادير تقريبا كلها في آخر الفيديو باللغة العربية والفرنسية إن شاء الله. تنبداو نعملو حبل الملوك ديالنا اللي حضرته في البيت. من الأفضل المربى أو الفواكه هكذا نكونوا عاملينها في البيت، لأننا تنعملو كمية قليلة، وتنعملها أيضا بالسكر البني. غادي نخلي لكم فيديو اللي حضرت فيه المربى بحبل الملوك أو بالكرز. تنوضعو الطبقة الثانية، تنكرروا نفس العملية، تنسقيوها، وبعد ذلك تنوضعو جوز الهند. عندنا الشوكولاتة، قطعة من الشوكولاتة السوداء نباتية محكوكة، أنا خدمتها بالسكين اللي تنقشرو بيه البطاطا،
تقريبا 100 غرام من الشوكولاتة السوداء، نحاول ما أمكن وضع الشوكولاتة، نغطي الحلوى بالشوكولاتة المحكوكة. سمحوا لي لأنني تنصور باليد اليسرى وتنخدم باليمنية. كي تشوفوا غطينا الحلوى بالشوكولاتة المحكوكة، 100 غرام شوكولاتة محكوكة. هاد الشوكولاتة نباتية، ما فيهاش أي مشتقات حيوانية. بعد ذلك تزينه بزبدة جوز الهند اللي بقات لنا، وتنضع عليها حبل ملوك أو الكراز كي تشوفوا معايا. تنخليو هاد الحلوى فاش تنكملو، تنخليوها في الثلاجة لمدة 3 ساعات أو ليلة كاملة. عن تجربة، ليلة كاملة المذاق تيجي رائع رائع، والناس اللي ذاقوها عجبتهم بزاف. كي قالت لي واحد صديقة بأن ممكن تاكلها بضمير مرتاح لأنها ما بغاتش تزاد في الوزن ديالها. الحلوى تجي غزالة والمذاق رائع رائع بزاف. نتمنى تجربوها، ولأنني تنشوفها فيها أشياء بسيطة، ما فيهاش لا زبدة لا بيض لا قشدة طرية، بأشياء بسيطة وفي نفس الوقت تهضم بسهولة بالنسبة للناس اللي عاملين دايت أو ريجيم أو حمية كيف ما كان الاسم. تنتمنى تعجبكم، وتنتمنى نتواصل بالآراء ديالكم إلى جربتوها. وتنقول لكم مع السلامة إلى مرة أخرى إن شاء الله، في أمان الله. وغادي نخلي لكم المقادير في آخر الفيديو. مع السلامة.